أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برونشي معنا توا على 90.3. نتمنى لكم بالطبيعة عام سعيد مبارك 2022، إن شاء الله يكون مبروك على الأمة الإسلامية الكل. وبالطبيعة الجهة اللي مش نمشيولها اليوم هي مدينة تعرفت بناس القلب الكبير، بلاد الخضار والفلاحة، وتعرفت بزراعة القمح والزيتين، تعدوا بها الرومان والبيزنطيين، ودعمت بلادها بالعلماء والمثقفين. تسمت فاجا ويقصدوا بها سنابل القمح وقت يهب النسيم. بلاد الخضرة والغلة على حافة جبل الخمير، وبالشجر والوديان أعطت أحلى المنتوجات. القصبة تشهد على تاريخها العظيم، وفي المدينة العربي مساجد تدل على معزتها للدين، وأكبر دليل الجامع الكبير وأوليائها الصالحين. من غير ما تفوتك رمية المعلم للزلابية والمخارق، ونساها الأحرار المجديين. اليوم باش نحكيو على مدينة باجة، وبالطبيعة باش تكون حاضرة معنا مدام راقية المرابط. على السلامة، مرحبا بك مدام راقية. عايشك، إن شاء الله عامك مبروك، وإن شاء الله يا ربي معناها يعطينا إن شاء الله الخير في عام جديد ويبعد علينا المرض، وإن شاء الله مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية الكل، وإن شاء الله ربي يعطينا بالوقت الطيب. بون، خلي يقول فتات يقول فتات باجة. احنا الساعة من الأول بالطبيعة كيما استنسنا يا نص، شنو غبنا عام كامل مدام راقي الجمعة اللي فاتت؟ والله عبنا عام كامل 2021 2022 معناها ديجا عام جديد. ان شاء الله مبروك علينا، ان شاء الله مبروك علينا، باش نفتتحوه العام هذا بمدينة باجة اللي مشينا لها. ديجا ياسر مزيانة وياسر تحفونة، حلوة برشا خاصة في الشتاء توا، ياسر مزيانة، عندهم كل الأخضر ومنطقة فلاحية كبيرة برشا. نصحوهم الناس الكل، السادة المستمعين اللي عنده بروجرام يمشي لباجة، ديجا ياسر مزيانة. أما قبل هذه الكل، قبل ما نحكيو على كل شيء، نخرجوا ساعة نشوفوا شنو كانت الإجابات على نص المسابقة نتاعنا، وبعد نرجع. بعد نرجع وش بيه. عسلامة. عسلامة، مرحبا. نتعرفوا بيك. تفضلوا. مين اسمك؟ صابرة. مدام صابر، أنا تو مش نعطيك منيو يطيبوه في جهة من جهة تونس، وأنت تقول لي شنو هي الجهة هذي. عندنا الفتات، مقارونة لاباري، الرشتة، والمحكوكة. شنية جهة من جهة تونس، ولاية من ولاية تونس تحديدا، تطيبهم يعني هذوما يطيبوا فرد بلادي ويلزم يعني لقبلي يظهرلي. انت تقول قبلي، تبعنا ان شاء الله نهار لحد في اكلات من الجهات، وان شاء الله تكون من ربحين. نتعرفوا باسم نورة. مدام نورة، انا تو مش نعطيك منيو تاع جهة من جهة تونس، وانت طلع لي شنية الجهة هذي. باهي، عندنا الفتات، مقارونة لاباري، الرشتة، والمحكوكة. بنزرت. انت تقول بنزرت. انا نقول بنزرت. تبعنا نهار لحد، وان شاء الله تكون الفايزين. عسلامة. عسلامة. نتعرفوا بيك. حمادي بنور. سي حمادي، احنا في اكلات من الجهات، كل مره نمشيو لجهه من جهه تونس ونشوفوا شنية الاكلات اللي تتميز بها. اليوم مشينا الجهه، مش تقولي انت شنية، مش نعطيك انا المنيو نتاعها وانت تقولي شنية. باه، يطيبوا الفتات، مقارونة لاباري، الرشتة، والمحكوكة. والله حسب تجربتي، وعندي كان واحد نعرفه من باجة، يطيبوا توسكي العجين، يتفنوا فيه في الصناعة نتاعه، معناها أكثريته باجة. أنت تقول باجة. أنا نقول باجة. باهي، تبعنا نهار لحد في أكلات من الجهات، وإن شاء الله تكون من الفايزين. وكانت هذه الإجابات. ديجا فما شكون رابحة معانا كالعادة، ما شاء الله نجمة مشيختنا هكا ولا مدام راقي. معناها كل جمعة فما شكون ربح، نكتشفوه إن شاء الله آخر الحلقة. خليوه معانا. تحية لصديقنا محمد قدحة اللي خرج معانا وعمل معانا روبورتاج رغم البرد ورغم الهواء، إلا أنه خرج وعمل معانا روبورتاج، نقدمه له تحية. باهي، نرجع تو ونشوفوا باجة شنية طيب وباش مشهورة. باه، اغزر اللي يقول باجة يقول الفتات نتاعها، معروفه بالفتات نتاعها. كي تمشي انت لي ريستوران في باجة، يمدلك المنيو يقول لك والله انا مش نحب نعطيك الفتات، معناها ذوق السبيسياليتي نتاعنا. معناها سي معناها تقول الفتات تقول باجة هكا، تقول باجة هي سبيسياليتي بيجواز. يقول لك افيك لانيو رومارين، معناها معروفه بالكليل. بالكليل الروسيت هذه، الفتات الباجيه بالكليل نتاعهم هما، معناها معروفه. كي تدخل غاديك انت وحدك تقول شو نمشي نعدي نهار في باجه، تقول باش نمشي ناكل الفتات بتاع باجه. ماكش تمشي باش تاكل حوت ولا باش تاكل الفتات تاع باجه. سبيسياليتي نتاعهم برشا الفتات نتاع باجه، واحنا نجمو نعملوها وسهله على الاخر. تنجم الدباره اللي كنتي تتعمل
تري فاسيل افير، وهما راهم يعملوها انا لو ثوازيام جور دو العيد، معناها نهار ثالث عيد هذيك العيد الصغيرة، العيد الصغير يلموا يعملوا الاكله نتاعهم هي الفتات، يعملوها سبيسياليتي نتاعهم في العيد الصغير. باهي شو كيفاش الفتات هذي؟ هما ياخذوا لي سوغي دانيو برشا كل يقولوا كل العلوش كل اللي هكا فيه العظم هكا والكل هذاك يطيبوه برشا، ياخذوا صحيفه يحطوا فيها الزيت، يحطوا فيها الملح، ويحطوا فيها التابل، ويحطوا فيها الفلفل زينه، وهذوما يخلطوهم مع بعض، يحطوا فيها مغيرفه طماط صغيره، نجمه نتاع قهوه، ويحطوا مغيرفه هريسه هروس الكل مع بعضهم، يخلطوهم 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 مع بعضهم. هما ديجا معروفين بالهروس، معروفين بالهروس هي صحيتك. من بعد ما يخلطوهم يا اروى شو يعملوا؟ يجيو لك اللحم هذاك وتبدا بالمغرفه، تهز بالمغرفه كل لحمه وتحطها فوق وتبدا تخلط تحك فيها بك اللفاح هذاك، فهمتني؟ سي بيزار، مش كيف نحن نفوحوا في 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 الكوكوت ولا في طرجره ونصبوا اللفاح، نو يلزم هكاك، معناها يلزم يتعمل هكاك. من بعد ما كل مغرفه فوق اللحمه، كل مغرفه فوق اللحمه، كل مغرفه فوق اللحمه، من بعد شو يعملوا؟ يخلطوها بالكدا، يحطوها في الفريجيدير ويخملوها الغدوه. هذيك سي ليله كامله في الفريجيدير ماغيني، ما تقولش فتات ماهوش بيت في الفريجيدير ليله كامله. ولا بتحطوا صباح باش طيبوا في الليل عشاء ولا حاجه، ولا فهمتني؟ به بعد ما انت فوحتهم وعملتهم كل شيء، من غدوه ايش تجي تعمل؟ من غدوه تخرجك الفتات هذاك، من تخرجك اللحم هذاك انت فوحته، تاخذ الكروينه نتاعك تحط فرشه كليل، فرشه كليل فريمون، فرشه كليله من لوطه كليل اخضر. عندهم علاش الجبل هما والواحد عنده خاطر عندهم معناها مش شايح الكليل، لا 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 بريفيرونس ما يكونش سيف وشتاع، عندهم الكليل مزروع حتى في دارها، تلقى في الجرده نتاعها وقتها شفناها تلقى عندها محيبس بحذا الكوجينه نتاعها، هذاك الكليل نهار عندها الفتات تلقى عندها الكليل نتاعها. تعمل فرشه كليل من لوطه وتحط اللحم كل لحمه بجنب اللحمه اليني فوقك الكليل هذاك، وتعاود تغطيه نفس الشيء بالكليل مره اخرى، ما تخافش، وتحطه توطي عليه وتخليك الكليل يسيب القوه نتاعه والزيت نتاعه كيما من الفوق كيما من اللوطه. انت تراها بدا تشتش تزرق بالماء السخون مش برشا، راهو خاطرو يصيب القوه نتاعو ديجا في الوحده، تغطيه وتخليه هو يطيب على روحه سله سله افو تخيدو. اش تعمل انت لا اروى هذاك فك الوقت هذاك انت تخلي الوحده يطيب نتاعك؟ تاخذ السميد، كيلو سميد، اش تحط له؟ تحط له شويه كركم، راهو لازمك تحط له الكركم، لازم يصفر السميد هذاك، وتحط لهم الملح وتحط لهم الماء بلاش زيت، تعجنهم وتحركها تحركها تحركها بالقديه بالقديه بالقديه. من بعد ما عركتها اش تخلي انت باقي اللحم نتاعك قاعد يتي باش يبدا طايب على روحه وقاعد يتي. انت تجي فك الساعه، سامحني فما استيوس تتعمل، ريت انا ما قلتلكش يحط الفلفل الاكحل، الفلفل الاكحل يا اروى تاخذ سره بالفلفل الاكحل كعب، اي سره سره تربطها وتحطها في وسط اللحم، في وسط اللحم ما تحطش شنو الفلفل الاكحل كعب ولا مرفي؟ الفلفل الاكحل كعب، الكعب الكعب تاخذ الفلفل الاكحل كعب يسيب القوه نتاعو، يسيب القوه نتاعو. تحب تهرشو دبليش، اما معناها ما تعملوش مرحي، تهرشو بشويه مهريس ولا تعملو صحيح قد كسله ما يمشوش، تعمل له سره تربطها وتحطها في وسطك اللحم هذاك، تخليه يسيب هو القوه نتاعو، بقاتك باش اللحم ما يكحالش، الفلفل الاكحل يسيب القوه اما اللحم ما يكحالش. اونتروطون تاخذ انت كيلو سمول فين اللي هو السميد ارطب، وتاخذ الكركم وتاخذ وتحط لهم شويه ملح وتحط لهم الماء، الماء والماء وتعجنهم وتعركها تعركها بالكدا بالكدا بالكدا. بعد ما تعرك تحب العركين بالكدا، تحب العركين تحب العركين انت هذيا، انت تحط اللحم نتاعك يطيب وتعجن العجينه نتاعك تخليها ترتاح. باهي ارتحتش انت العجينه نتاعك واللحم نتاعك تغزر له هكا بدا يطيب وكل شيء، اش تاخذ تعمل انت ارو؟ تقسمهم تقسمهم عبرات هكا قد كعبه البرقدي، وتحلها بيدك، تدهن يدك بالزيت الزيتونه وقت توا زيت الزيتونه، وتبدا تنزل عليه وهي صفرة محلاها محلاها مزيانه ومحلى ريتها محلى ريحتها، وكل اللحم قاعد يطيب محلى ريحته، كل الكليل تشم فيه، وانت الغني وانت الطاجين نتاعك سخن بالكدا على الاخر، هو يسخن تبدا تحل فيها، تحلها وتهزها
لازم تحلها رهيفة كل كل بات فيتي تحل. انت تهزها تحطها فوقك الطاجين، هي تراها بدات هكا تتلم، تزيد تحل واحد اخرى تحطها فوقها، انت تراها مزوز يتشدوا وتزيد تحل واحد اخرى. يفوت خوا لازم ثلاثه وحوت فوق بعضهم، ثلاثه فوق بعض، مش كل واحده وحدها. وقت اللي انت تهزهم تدورها من بعد تراها لسقت الاخرى ولات كل بات فيتي، خش عليها هكا حاجه هكا فيتي تراها محليه اوراق 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 صحيتك شخش لومو اوراق اوراق يا اروى. وتراها من بعد دورها منها دو حتى لين يتيبوا، تعمل نفس الشيء، تعملها على اثنين ومن بعد على ثلاثه تولي كل مثلث، وتغطيها وتحط عليها حاجه سخونه وتغطيها وتخدمهم حتى تكملك العجينه نتاعك. كنت انت واللحم جي وقد قد اللحم نتاعك سخون طايب، والفتيت نتاعك هذاك الخبز يسميه الفتيت هذاك طايب وسخون. وانت اش تعملت؟ نحيك الكليل تلوحوا، مش تلوحوا، تزينوا هكا في البلاتو سيرفير وتحط اللحمات انت في الوسط، وكل واحد تحط له في صحنه اكل الخبز هذاك اكل الفتيت اللي انت طايب من الطاجين، وتهز اللحمه تحطها فوق هذاك وتحط فوقها الصوص وتبدا تغطس فك الخبز هذاك الفتيت وتهز فك اللحمه لا فرشيتها لا سكينه، كل شيء بيجي ديجا يبدا اللحم هو على الاخر معناها اللحم هابي ويتحط بك المرقه بك الزيت نتاعو كل القوة نتاعو الكل فوق اكل طرف الخبز اللي انت في صحنك. ديجا ما عندكش لا فرشيطة لا حتى شيء، تبدا تهز تقص الفتيت وتشد طريف اللحم هابط زبدة وتحط في فمك وزحب شوية تحية ليهم، حاجة بنينة. تحية ليهم روعة 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 روعة، ياسر حاجة بنينة. ديجا احنا سرحنا معاك مدام راقية والطريقة نتاعك محلية، معناها تعيش معاها تخش علينا معناها في الكوجينة نطيبوا مع بعض. يعطيك الصحة مدام راقية، ديجا كنت مع بعضنا شفنا كيفاش نعملوا الفتيت، أما توا نخرجوا فاصل وبعد نرجعوا الجزء الثاني من برنامج أكلات من الجهات. أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الجزء الثاني من برنامج أكلات من الجهات، واليوم الجهة نتاعنا كانت بيجة، وبالطبيعة ما فاتكم حد شيء خاطر الجزء الأولاني عملنا فيه لفتات مع مدام راقية وتلقاه على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فيم. تو شنو نعملوا مدام راقية؟ شوف بيجة زادة مغرونين بالمقرونة باللاباري، مقرونة لاباري تسمى، مقرونة لاباري هيك اللي المنقوبة، منقوبة عرفتك المنقوبة هذيك هذه يعملوها في الدار البات يعملوها في الدار مشري ما تتشريش، يعملوها في الدار مغرومين برشا بها ويحبوها. صوص مقرونة هي عادية، صوص العادية، صوص مقرونة يعملوها بالدجاج، يعملوها باللحم العلوش برشا، هما يعملوها بالواحد بالبقري زادة بالبقري الجبنينة برشا. هي شو كيفاش ياخذوا الفرينه يحطوا لها شويه ملح ويعجنوها كيما الحلالم، الحلالم كيما الحلالم نتاعنا، بلاش خميره، بلاش خميره، فرينه وملح وماء دافي، يعركوها من بعد يعملوها كلبه البيس، يخليوها ترتاح، يعملوها كلبه البيس كلبه البيس كلبه البيس. ومن بعد ياخذوا العجينه، ياخذوا ابره نتاع كروشي ولا ابره مخيط نتاع الجريري نتاعنا وينزلوا عليها هكا، ومن بعد يعملوها هكا وهذيك يعملوا الغربال نتاعهم وياخذوا المقرونه وهذيك وياخذوا يعملوا صوص المقرونه المكسر يعملوها بالعلوش راهي ويخليوها تشيح شويه للبات هذيا. والله لا يغزر يعملوها يا اروى الصباح لو جور ميم ويقعدوا هما يطيبوا المقرونه نتاعهم، المعنى اللحم ولا الدجاج ولا اللحم ولا اللحم البقري، يقليوا البصل يحطوا الثوم يحطوا اللحم كيما المقارن نتاعنا الكل بالرند وبالطماطم صوص عاديه نتاع مقرونه وبالطماطم ويحطوا شويه هريسه ويحطوا الرند طماطمنا بالطبيعه نتاع النجمه اللي تبنن الماكله الكل بيان سور ويقليوها تقف على يحطوا قري فلفل هما يهزوا كل مقرونه وقت اللي طابت المقرونه هذيك فهمتي تفيوا عليها هما وقتها ياخذوا كل المقرونه نتاعهم هذيك ويصمتوها والصمتين نتاعها مش برشا يعملوها معناها الصمتين الاخرى تاخذ اونتر 10 و 15 مينوت هذه يعملوها 7 8 دقائق خاطر بالطبيعه البات الاخرى يلزمها معناها البات فريش هذه فريش هما مغرومين هما كي هما ما يعرفوش مقرونه نتاع باكويت يمكن ما فهميش غاديك الباكويت يعملوا ديما المقرونه تلمو معناها ديما ديري يعملوا حتى طفله صغيره تقول لك انا باش نعمل مقرونه لاباري معناها معروفه مقرونتهم هذه يقول لك مقرونه لاباري تاع البيجيه وهي راهي معناها تاع البيجوا معروفه ملو
الاول تقول معناها صعيبه وكل شيء، ما هي بخفه اليدين في دقيقه تك 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 كيما الحلالب ديجا. تاخذ الفرينه تحط عليها شويه ملح، تعجنها بشويه ماء، تعركها ترتاح، تقسمها كعبه بيس، تحطها ما بين المخيط، تدورها، ترميها غاديكا، تقلي مقرونتك بالصلصه اللي تحب عليها انت، ومن بعد انت تصمت هذيك اونتر 7 و 10 مينوت حاضر تخلطها درجين. اما بنينه برشا مش كيما سي توجور لي بات فريش، عندهم مطعم بالطبيعه مطعم سبيسيال عندهم نكهه والله. وكاحنا احنا غير نبداو نزربوا ونحلوا الخزينه نلقاو باكو مقرونه في الباكو سباجيتي باكو جرابت. وقت اللي واحد ينجم يعمل مقرونه هذيا راهو يبدل النكهه، فيها مطعم اخر على المقارن الاخرين. وان شاء الله كل مره اي بيان سيغ، وان شاء الله كل مره تسمع وان شاء الله نعملوها، وعلاش ليه ما فيها بيس. هاي لحد هذيا نقولوا طاول لحد الجاي، نسمعناها لحد هذي على الحياة فهم لحد الجاي نعملوا نحاولوا باش نعملوا المقرونه هذه، راه ما في حد شيء. اسمع رطل فرينه يعمل لك بريسك كيلو نص مقرونه وبنينه بنينه بنينه، ونجربوها ان شاء الله نجربوها ان شاء الله نجربوها. احنا ديجا الهدف نتاعنا في اكلات من جهه البرنامج نتاعنا كل مره نمشيو لمدينه الولايه ونجموا ننوعوا، خاطر معناها تقلق كل يوم اقول شنو كل ولايه ناخذوا منها حاجه كل ولايه ناخذوا منها مره كسكسي مره مقرونه مره روز مره حاجه هكا حاجه فتات كيما نتاع الجمعه. وبالكن تعرفوا على الولايات نتاعنا الجهه نتاعنا ديجا تونس فيها ما شاء الله معناها بالحق كنوز كنوز على الاخر في تونس كلكسوا معناها للطبيعه نتاعها ولا اثارها ولا حتى الماكله نتاعها بالحق حاجه تحفونا برشا. والله وانا قلت لك يا اروره وبرشا ناس انا على حسب اللي راه فيهم فرحانين باش برشا يقولوا لي والله نتفكروا ونتعلموا حاجه جديده من ولايه ونلقاو دباره ونقلقنا من ماكلتنا. هيا كي تو كيما حاجه فتيت بربي باش تجي لبالك باش تعمل فتيت بالحق ما نعملوا المقرونه الباري تتفكرها كيما اليوم كيما كنهار الكسكسي بالخضره الخضره لا بلانت هذيك اللي قلنا عليها في المهديه. حاسيلو كل مره واحد يعمل حاجه، علاش ليه كل مره نعمل حاجه مقرونتنا وديجا الطاوله نتاعنا نتاع نهار لحد بالطبيعه نتاع الضيافات وكل شيء وتوا كيما قلنا راس عام ومازلنا حفالي وكل شيء معناها نقولوا ان ننوعوا في الطاوله نتاع يبدا طبق مثلا من بيجا من بنزرت من صفاقس. نهار راس العام تلمع عليه العائله الكل تقول لك اش باش نعمل، لا بلوبار دي جون يعملوا حاجه جيكو يعملوا كسكسي، نجموا نعملوا الفتيت نتاع بيجا راهو نهار راس العام فكره حلوه برشا زينه وحاجه جديده ان شاء الله في راس العام الجاي. احنا ديجا في راس عام ان شاء الله معناها منه هكا منه هكا حتى في المناسبات والاعياد ولا عبد عنده ضيافه يقعد حي يقول لنا نهار ثل سعيد كيما بيجا ريتش يعملوا الفتيت زاد نهار ثل سعيد ونقعدوا حيرين زاد خاصه الضيافات تقول انا نحب عبد نضيف ونحب نوده شنو يا ربي كل شيء معناها دونك نجموا نقدموا له الفتيت ولا المقرونه نتاع الباري ولا اي من جهه من الجهات اللي ديجا كل تنجم تعملها لي غوسيت نتاعهم هذوما تبارك الله ما شاء الله سي دي سونتين دو غوسيت اللي واحد يدخل يغرق 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 يولي ما عادش يحير ما عادش يحير معناها الدباره ديجا موجوده بقدرة ترب. عندهم زاده حاجه اخرى سبيسيال، انت قلت يعملوا البات كلها في الدار يعملوا زاده الرشته. عندهم الرشته عندهم رشته جيريه والرشته يعملوها ينجموا حلو ولا مالح هكا يعملوا كيما يحبوا يعملوا رشته حلوه يحطوا لها الدقله توا وزيت زيتونه وشويه سكر وياكلوها بالفيكه بنينه برشا والا يعملوها بالحليب زاده نتاعهم يعملوها بالحليب. هي لا باز دو غاسيت سي توجور لا ميم باز كو المقرونه بالاباري. تاخذ الفرينه بشويه ملح وشويه ماء وتعجنها وتعملها يبسه شويه خاطر تتخدم بالماكينه اللي انا ديما نقول لكم عليها هذيك الماكينه هذيك حاولوا باش تشريوها على خاطر هي موجوده في السوق هكا ولا الماكينه موجوده لي سوبر لي غران سيرفاس تلقاها راهو موجوده اروى تو بو تروفي سا. راهي مراه تبدا قلت لك انا برشا ديار مثلا في بنزرت ونابل وبيجا ديما محطوطه في الكوجين خشي في فوق الطاوله مرشوقه فوق الطاوله. خاطر لي بات يعملوها فريو يعملوا لي بات فريش برشا يعملوا لي بات فريش برشا يخدموا برشا لي بات فريش يبداو ديما عندهم هذيك هي حبهم في البات كي يطيبوا الرشته ولا مقوله لارنب سي سي افيك لي بات فريش يعملوهم بالعجينه اللي باش يخدموها بالماكينه. تاخذ الرشته هذه بتاعنا تعملها جاريه حلوه ولا مالحه كيما قالت اروى. احنا باش
عملوها مالحة جارية اليوم. جارية. نهبطوها بالماكينة يابسة وتهبط تعملها رشتة وتخليها تشيح شوية وتعمل أنت الصوص بتاعك كيما الجاري بتاع الحلالم كيما الجاري بتاع المحمسة الجارية كيما الجاري بتاعنا الكل الرشتة بتاعنا يذول الناس كل تعرفها الرشتة. أما احنا الرشتة بتاعنا أنا مثلا طيبها بكويت. نشي باكو رشتة كنميغو 1 ولا نميغو 2 باش نعمل برا نعمل رشتة ناخذ البكويت. أما هما راهو بيجا يعملوها فريش فريش ومش نفس البنة زاد تحس حاجة سبيسيال. ديما قلت لكم لي بات فريش مش كيما لي بات اللي نشيهم البكويت سي با باغي سي اوتر شوز. ديما عندها مطعم بنين وتحسها برية وتحسها ذكية تحسها تعطي المطعم هكا كي تبلعها تبدا دوس سي با كوم لي زوتر بات مش كيما المقارن الاخرين. نجربوا الرشتة هذية بال نعملوها جيرية تو وقت الشتاء وقت الشتاء تبدا مدبشة فيها قلت لك رشتة فيها الفول العدس الفول المصري الجلبانة شوية سفنيريا سلق معدنوس شوية سبنيخ تحط فيها كل شيء وترمي الرشتة نتاعهم تاع بيجا هذية اللي هي لي بات فريش نتاعهم هما بات فريش. ديجا عملنا المقرونة لاباري والرشتة نتاعهم كلها فريش هذي معمولة في الدار كيما قلت انت الماكينة ما تتقطعش من الكوجينة نتاعهم موجودة معناها في كل دار. الماكينة كنا نفكروا باش نشتريوها راهي حاجة بها برشا حاجة بها برشا خاطر تعمل لك الحاجات هذوما. واش نقول لك انا مش نقول لك ما عادش باش طيب ما عادش باش تشري المقرونة باش تشري المقرونة. اما ما فيها بيس كي مرة هكا في الشهر تحط الماكينة وتعمل شوية هذية الرشتة الفريش هذية لبات فريش ياسر بنينة ياسر بنينة. يعطيك الصحة مدام راقي. احنا توصلنا لآخر الجزء الثاني بالطبيعة مازلنا متواصلين معاكم كل عادة يلزمنا حاجة حلوة في آخر الحلقة وبالطبيعة نعلنوا على اسم الفايز اللي هو من اهداء طماطم النجمة. نرجعوا لكم بعد الفاصل. أكلات من الجهات في مطبخ الحياة ومرحبا بكل من التحق بنا توا على 90.3 إذاعة القيروان للصحة في الجزء الأخير من برنامجكم أكلات من الجهات. كنا مع مدام راقي في الجزء الأول والثاني طيبنا الفتات مقارنة لاباري رشتة توا بينصور الحاجة الحلوة متاعنا اللي هي المحكوكة. اسمها غريب شوية كالعادة من كل بلاد نختاروا أسامي دجا اللي هي متاع المنطقة ذيك يقولوها هكا المحكوكة هي متاحهم المحكوكة يقولوا هكا المحكوكة. هي راهي المحكوكة في تونيزواز وماخذينها زادة بيجا برشا المحكوكة. شوف المحكوكة هي ياخذوا السميد لمويا المتوسط السميد المتوسط يا أروى ياخذوه مثلا كيلو سميد متوسط تحط له زوز بكويت خميرة متاع جاتو. فهمتني خميرة جاتو خميرة متاع جاتو متاع جاتو وتحط لهم كاس معبي زيت زيتونة كاس معبي معناها تبسسها كل مرة تعرف تلف السميد العجينة متاعها صب الزيت انا بالعين هي حتى هي بالعين انا عطيتكم مقدار الكيلو كاس معبي فهمتني زيت زيتونه هي خاطر تو تتكل خاطر وقت الزيت يعني وقت الزيت الزيتونه تبدا بنينه برشا على وقت الزيت زيتونه به انت بس استيشي وكل شيء بالزيت زيتونه وحطيت شويه ملح وعملت وحطيت السميد والملح والزيت تبسسهم مليح بعد تعجنهم بشويه مدافي انت كعجنتهم بالمدافي وريتها ما تعركهاش تهزها تاخذ تبيق نتاع كنحاس ولا حاجه ما يجيش في البلبله يجي في الحديد تاخذ وقت تدهنه بالزيت الزيتونه ما تخافش بالزيت الزيتونه وتحط العجينه اللي انت عجنتها ما غير معروكه ديما جنسيست ما تعركوهاش خاطر باش ما يتقطعش اللي ديم نتاعها تقعد مبسه تقعد بنينه هي الحكمه فك البنه هذيك واضحه وتحلها هكا تحل سهله وبنينه انا وقت الدقله والزيت كي جديد نتفكرها هي تحلها بالكدي بالكدي ومن بعد تعمل تقصها بريجيت كاري 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 وتهزها الكوشه ولا طيبه في الدار فما حتى مشكله الزوز كيف كيف تعمل اللي تحب انت تعملها اروى ومن بعد اروى حطها انت في الكوشه اش تاخذ انت تاخذ الدقله تقصها تشوف تقرد بالك من الدود ومن الوسخ وكل شيء تمسحها وكل شيء تنظفها تقصها على اربعه تقصها تاخذ الدقله كعبه بالكعبه على اربعه على سته انت واش تحب قصيتيشي كالدقلة هذيك تاخذ كسرونة تحط فيها
زيت زيتونه وتحط كويس عطر شاي. اي تحطهم يغليو العطر شاي مع زيت زيتونه تحطهم يغليو. انت تحسهم غليو اك الدقله اللي قاسيتها الكل تصبها فيك الكاسرونه هذيك واضح وتطفي تخلطها وتخلي اكل الدقله تتعسل فك الزيت وكل العطر شاي هذيك خليتهم شيك غطيهم ونساهم. طابت المحكوكه بتاعك تخرجها من الفريجيدير. اش تعمل لها المحكوكه يا اروى؟ تخرجها. فما ناس ياخذوا غربال ويحكوها بالغربال كيما قبل قبل توا ولات السرعه طرف طرف الاند تروا رحيها انت واش تحب الزوز الزوز يمشيو. انا والله انا نعمل عندي غربال هكا كي هبط المحمص عرفت هذاك نتاع نقولوا نزل قوبيه المحمصه هكا نزل قوبيه المحمصه مش الجيد ومش الخشين لوموين نهزها تبرد نعمل لها هك ونحكها تبدا هابطه كي النجاره هابطه 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 تحس ترى فيها من الفوق من الفوق ماغون طايبه من الفلوس بيضه صفراء صفراء تبدا صفراء هذه باش نقول لك حاجه انا باش تحطها حط لها شويه كركم شويه كركم في الماء دافي حط شويه كركم تعطي اللون مزيان تبدا صفراء ومن فوقها كماغون وتدخل في بعضها الكل مزيان حضرت انت اكل المحكوكه اكل المحكوكه نتاعنا من الكوشه وترحات الزيت والعطر شيء والدقله سخنوا تهز تصبهم على كل المحكوكه هذوك وتبدا تخلط فيها راهو يخلطوها بيديهم ما تخلطش بالمغرف باش الدقله تدخل بعض في وسط المحكوكه ما تقعدش كعب كعب تحلها هكا مع بعضها وبعد تزينها في اللي كوب تحط فوقها شويه فيكيا كل قدير وقدره شويه بندق شويه لوز شويه زوز شويه بفريوه اللي عندك انت كعيبه دقله مقصوصه على اربعه تحطها من فوق تزينها وذيك هي المحكوكه نتاعنا ما تعملش السكر ما تحطش السكر حاول ديجا الدقله معناها تحط كثر الدقله خير من اللي تحط السكر وهذيك بنينا الفطور الصباح كل يوم تاكل وطوقت الزيت نتاعنا وتوا وتقد الدقله صغيرات نعطيهم لهم جزاك العشيه تعشي عليها تشرب معها قهيوه صغيرك صباح ما يحبش يفطر قول له خذ مغيرفتين محكوكه واشرب كيس حليب تشدوا صباح كامل يبدا هو مرتاح ويبدا ويبدا هو معته ثقلت بكل الماكله الكلها سي باز دو سمول دو دات دو لويل معناها ثلاثه حاجات منفعين الزيت اللي هو السميد والزيت والتمر حاجه روعه وحاجه بنينه برشا وراهي بنينه برشا وصحه وبالشفاء اللي عملها واللي حضرها حاجه هايله برشا ورست سهله وبنينه ويظهر لي انا قدمتها معناها باش تفهموها اللي بطريقه سهله وديجا انت طريقه التبسيط نتاعك في الماكله بنينه ديجا تعيشنا شنو هو المنيو هذا يعطيك الصحه مدام راقيه اليوم كان اتجاهنا لولايه باجا وبالطبيعه اللي ربح معنا في المسابقه راجل اليوم هاي سبيع ومو تو برشا ما بحجة جيما يربحوا النساء تو باش يهز هو الطماطم لمرته ومرته باش تفرح بها تفرح بها على الاخر اللي هي من اهداء النجمه سي حمادي بن نون نقولوا لك الف الف مبروك سي حمادي نكلموك وتجي تتسلم الجائزه نتاعك من مقر الاذاعه نتاعنا الحياه فهم شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا كان فاتكم اي جزء من اجزاء البرنامج نتاعنا تنجموا تلقاوه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فهم ولكن فاتتكم اي حلقه وتحبوا ترجعوا لها ديجا تلقاوها على الباج فيسبوك تحيه شكر لزميلنا احمد المخلوفي في الاخراج التقني محمد قدح امن لكم الديجيتال وكنت معكم اروى غيث كوتي ميكرو نتقابلوا ان شاء الله لحد الجاي وخليكم في متابعه لبقيه برامجنا اكلات من الجهات في مطبخ الحياه